قبل بقى ما يعني نقفل مؤقتا ملف دوري السوبر الافريقي، في ازمه جديده حصلت الحقيقه، وعايزين برضو نعرفها لحضراتكم ونتكلم شويه في شويه تفاصيل متعلقه بيها، وهي ان نادي انيمبا النيجيري تعثر سفره الى المغرب لمواجهه الوداد، المفروض في لقاء النهارده كان هيجمع ما بينهم طبعا ضمن منافسات اياب الدور ربع النهائي من بطوله الدوري الافريقي. ماتش الذهاب انتهى لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد، واصدر النادي النيجيري بيان رسمي وقال من خلاله انه لم تسافر بعثه انيمبا الى المغرب في الموعد المحدد بعد ان رفضت السلطات المغربيه اصدار تصريح للطائره بالهبوط في الدار البيضاء. رجع الفريق الى الفندق مره ثانيه بعد ان امضى 6 ساعات ونصف في الطائره بانتظار تصريح الهبوط من السلطات المغربيه. ده على صعيد، على الصعيد الاخر او على الجانب الاخر، نفى الاتحاد المغربي كل ما تردد وتم نشره في هذا الاطار من خلال بيان رسمي، يعني كل التفاصيل بالمواعيد يعني كانت مذكوره فيه، واكد انه مديريه النقل الجوي منحت الطائره او طائره الفريق النيجيري الرخصه بالفعل بعد استكمال جميع وثائق الملف. طبعا الكاف اضطر بطبيعه الحال ان هو ياجل المباراه ليوم الخميس، لكن الملابسات دي عجيبه حبتين، فتعالوا نعرف ايه الكواليس ونعرف ايه اخبار اللي حصل وليه اللي حصل ده حصل وليه في تناقض في بيانات كل جهه يعني من الاثنين. تعالوا نعرف التفاصيل من خلال الناقد الرياضي الاستاذ احمد فهمي اللي معانا على التليفون. استاذ احمد صباح الفل عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. طبقا لقراءتك للمشهد، شايف ايه سبب تناقض البيانات ويعني ومين فيهم الجهه الاصدق، ويا ترى اللي حصل ده هل هو شيء غير مسبوق ما حصلش قبل كده ولا حصلت قبل كده؟ لا هو طبعا في يعني اعتقد الموقف ده يمكن اول مره يعني تصادف موقف بالشكل ده، بس احنا نقدر نقول ان هو مش تناقض على قد ما هو يعني خطا في الاجراءات، لان زي ما حضرتك عارف اللي هي اجراءات الطيران بيبقى ليها بعض الاشتراطات وبعض المتطلبات، يمكن النادي النيجيري يعني ما اتمش استيفاء كل المتطلبات في الوقت المحدد، خصوصا ان الفريق النيجيري هيسافر الى المغرب عن طريق طائره خاصه، فدي فحسب البيان الاتحاد المغربي ان هو كان لازم يرسل كافه الوثائق وكافه الاوراق اللازمه لاستخراج تصريح الهبوط قبل ميعاد الرحله ب 72 ساعه، وده اللي ما عملوش النادي النيجيري، فبالتالي ان انيمبا ما قدرش ان هو يسافر الى المغرب في الموعد المحدد، كان المفروض محدد له انه يسافر يوم الاثنين بالليل الى الدار البيضاء عشان خوض مباراه الاياب، لكن بسبب الخطا في الاجراءات دي استخراج الوثائق فهو ده اللي تسبب في تاخير موعد الرحله. بس هو يعني ينفع في بطوله كبيره بالشكل ده يبقى في سوء تنظيم واصل للدرجه دي؟ اسمها الحقيقه هو المفروض طبعا يعني بس المفروض ان هو ما يتمش موجود مثل هذه الاخطاء يعني، وسنة وعلى فكره ده ثاني ازمه او ثاني مشكله تحصل في البطوله بعد الازمه بتاعت سنادي مازيمبي. سنادي مازيمبي كان المفروض هيستضيف المباريات على ملعبه، ولكن الكاف قرر نقل المباريات الخاصه به على ملعبه تم نقلها الى مدار السلام في تنزانيا بسبب ان السلطات الكونغوليه لم تصدر التأشيرات الخاصة بالضيوف الرسميين التابعين للكاف وكذلك الحكام، وكذلك انه ان السلطات هناك في الكونغو الديمقراطية لم تسمح بدخول المعدات الخاصة بالفار لمدينة لومبامباتشي، فبالتالي تم نقل مباريات مازيمبي الى مدار السلام. فطبعا الأزمة دي أول أزمة، طبعا كانت بعدها أزمة اسمها نادي انيمبا ان هو ما سافرش في الموعد المحدد، فطبعا المفروض يعني بطولات يعني بالشكل ده طبعا ما يتمش فيها اي اخطاء او اي مشاكل بالشكل ده، وطبعا المفروض طبعا ان هي بمشاركه الفيفا طبعا الى جانب الكاف، فالمفروض طبعا يكون تنظيميا تكون الامور دي محسومه بشكل جيد. طيب بشكل عام حضرتك شايف ازاي دوري السوبر الافريقي، وهل في رايك في السنوات القادمه هيكون اكثر تنافسيه؟ هو طبعا لو هنتكلم على النسخه الحاليه حتى الان يعني الاجواء التنافسيه فيها حتى الان جيده جدا، يعني حتى الفرق اللي ودعت البطوله من اول دور بنتكلم زي سامبا التنزاني او حتى سامبا تراتيسكو، حتى الان الاداء والتنافسيه عاليه، طبعا هنشوف طبعا
اسمه تصاعد في المنافسه طبعا في الادوار الاخيره، اسمه دور نصف النهائي طبعا ودور النهائي. اسمها طبعا لو هنتكلم طبعا على النسخه القادمه طبعا حسب ما اعلن الاتحاد الافريقي انها هتكون بمشاركه 24 نادي. يعني اسمها طبعا المفروض كانت النسخه الحاليه كانت هي اللي هتكون النسخه الموسعه بمشاركه 24 نادي، لكن بسبب بعض الامور التنظيميه وبعض الامور الماليه اسمها تم ارجاء الخطه دي او الشكل ده الى النسخه المقبله في 2024. اسمها طبعا هيبقى يعني 24 نادي طبعا هتبقى من حيث التنافسيه ومن حيث التصفيق للبطوله هيكون امر رائع جدا، ولكن اسمها هل سيتم تطبيق البطوله بالشكل ده خصوصا مع وجود اسمها ضغط في الاجنده في العام المقبل؟ احنا بنتكلم في السنه الجايه في كاس الامم الافريقيه 2023 اللي هي هتكون في كوت ديفوار في يناير المقبل، بعد كده هنخش في اجواء تصفيات كاس العالم 2026 وكذلك ايضا تصفيات كاس الامم الافريقيه 2025. فهل يعني سيتم اقامه البطوله بالشكل ده في ظل هذا الضغط الكبير في الاجنده للانديه حتى كمان الاجنده للانديه المحليه للانديه في دوريات المحليه، هل سيتم تطبيقها بالشكل ده؟ يعني ده اللي احنا يعني منتظرين نعرفه من الكاف. طيب وبالنسبه للنسخه الحاليه في رايك لقاء النهائي هيجمع بين مين ومين؟ يعني اسمها كلنا طبعا يعني اسمها اتمنى النادي الاهلي يكون احد طرفي المباراه النهائيه، ويعني وباذن الله اذا وصل الاهلي الى النهائي فيعني اتوقع بشكل كبير الاهلي ويعني والوداد المغربي، هيكون طبعا تكرار لنهائي النسخه الماضيه من دوري ابطال افريقيا باذن الله. عموما انا شاكر لحضرتك نورتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا في الاستوديو عن قريب باذن الله. باذن الله شكرا يشرفني وانا سعيد اني كنت مع حضرتك. ربنا يخليك، صباح الفل عليك، شكرا جزيلا.